لنعمل سلال كربيج حلب بالفواكه والقرفه احنا بحاجه لكوبين من المي، معلقتين كبار من السكر، 200 جرام من الزبده، رشه ملح، كوبين طحين، 4 بيض، معلقتين كبار من الفانيلا، كوبين من الزيت النباتي للقلي، وبدنا معلقه صغيره قرفه ناعمه. اما للتزيين بدنا كريمه مخفوقه، فواكه مثل الفراوله، اناناس، كيوي. اي هلا في ناس بحبوا يعملوهم بقطر، ممكن تغطي، يعني هاي نفس العجينه بتنعمل بقطر، بتنعمل عادي. هلا اول شيء بنحط كوبين المي وبنحط الزبده. اوكي، بندوب الزبده بالمي المي على الاخير، بنحط معاهم معلقه السكر ورشة الملح. بحبحها شوي. تمام. هذا سكر ناعم، هاي البيض. لا هذه الفواكه. شكلها زي البيض من برا. هلا أهم إشي إنه لازم تدوب الزبدة تماماً. تماماً تماماً. شوفي من الاشياء اللي يسلموا ام سنين حبيبتي، من الاشياء المهمه انه شايفه كيف هاي المنطقه لسه معجنه وهي المنطقه خلص بطلت صارت هذا، فلازم كله تيجي على قعر الطنجره عشان تستوي. حلو. عشان انا ما بدي يتلخبطوا، بس بنجيب تبعت الكب كيكس بنجيبها بنحطها بالعكس، او انه بنجيب الكاسات القصدير، او بنجيب كاسات فخار، اي شيء ما رح تفوتيه على الفرن، اي شيء شكله بهذا الشكل بنجيبه وبنستعمله. تمام. وبنجيب كيس الحلواني وبنحط فيه فورمه حلوه. هلا بتشوفي يا روان اللي بدي اياها قلبه. ومنصير نعمل حوالين، نعمل العش حوالين. يمكن اعمل وحده ثانيه ولا هي مبينه. نعمل العش حوالين الكاسه، سواء كانت كاسه عندك بالبيت او كانت، بس حاولي ما يكونش شيء ازاز، اذا شيء ازاز حطي له شويه طحين عشان الا تلزق بعدين. طبعا نعملها بهاي الطريقه، شايفه؟ فصارت زي العش. حطينا المي. اوكي اوكي. حطينا الزبده، الزبده، وبعدين حطينا الطحين، وهيك صارت نص جاهز. هلا هون اصعب جزء انه نستناها تبرد، وبس تبرد بنحط لها البيض.